اطلقها احد القياديين القريبين من الاطار، التهديدات يعني اصبحت مباشره على الهواء، الذي يذهب يوميا الى المحكمه الاتحاديه، الذي يريد ان يفرض اراده سياسيه، الذي يعني يتحدث اليوم عن الاقصاء والتهميش، الذي يريد ان يشكل الثلث المعطل وبالتالي يؤخر عمليه انتخاب رئيس الجمهوريه، كل هذه يعني بالتاكيد هي قضايا يعني ليست بيد التيار الصدري ولا بيد التحالف الثلاثي على الرغم من اني اعتقد ان التحالف الثلاثي اليوم يمتلك الامكانيه او يمتلك القدره ل يعني لانتخاب رئيس الجمهوريه باعتبار انه في الجلسه الاولى استطاع ان يجمع اكثر من 228 مقعد وهو نسبه كافيه لل الأرقام الدستورية لكن بالنتيجة الأخ العزيز يتحدث يقول من الذي يهدد يا سيدي التهديدات يعني أصبحت مباشرة على الهواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي التغريدات وفي القنوات الإعلامية وبالتالي يعني كيف تفسر لي سيد العزيز يعني التغريدة التي أطلقها أحد القيادين القريبين من الإطار والذي تحدث فيها بأن ذهاب أي من الكرد والسنة مع طرف شيعي سوف يؤدي إلى عدم استقرار البلد يعني حتى وإن لم يكن التهديد إلى سيد مقتدى اليوم التهديد أصبح إلى الشركاء الذين يتفقون مع التيار الصدري أو الذين يؤمنون بمشروع الأغلبية الوطنية ويريدون الذهاب إلى حكومة الأغلبية الوطنية <applause>